ايه رمز، عايز ايه؟ انت رابع مره تكلمني دلوقتي، في ايه؟ يا رب الكارت اللي لقيته ده يخلص واخلص من ما تكلمنيش انا يا ولا انا قاعد مع اسرتي، ما تتكلمش تاني سامع؟ بيبي هو رمزي بيكلمك كتير اليومين دول ليه؟ قاعد فاضي يا ست، مالوش حد غيري، قدري بقى. انا عايز اقولك يا بيبي بجد رمزي محتاج حنان، محتاج حاجه في حياته الخاصه. حياته الخاصه؟ ما عنده الملايه والمرتبه والمخده، اكتر من كده بقى يبقى طمع. يا حماتي في اوروبا ودول متقدمه الشباب في سن ال 16 سنه بيستقل عن اهله. شباب مين؟ شباب مين في اوروبا؟ انت عايزه تجيبي رمزي ده للشباب بتوع اوروبا؟ ده ملوش علاقه بالشباب، ده مش بني ادم اساسا. عيله بابا دي كلها فقر، كل اللي طلعوا منها فقر، واصحاب عهات مستديمه، يا اما اهبل زي رمزي يا اما عبيط زي مين؟ رمزي برضو، اصل رمزي واخد التوكيل الهبل حصري. على فكره بقى يا جماعه، البنت ما بيهمهاش الشكل وبس، الشخصيه كمان مهمه. انا عن نفسي عشت اربع قصص حب بالمستوى ده. نعم اربع قصص حب؟ ايه ده يا هانم؟ ايه حضرتك ماشي على حل شعرك شرعي ولا ايه؟ لا 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 يا ابي، انا قصدي يعني ان انا عشتهم في محيط صحباتي. يا عيني على رمزي ده، مسكين جدا، تنفضيه تفضلي تقلبي فيه وش وظهر طول النهار وطول الليل، ما تطلعيش منه ذره راجل. انا بقى المشكله ان رمزي ده وقع في قرابيزي خلاص مدى الحياه، لان مفيش واحده لا عاميه ولا طرشه ولا هبله ولا ابوها وامها غضبانين عليها ولا خالها مقاطعها هتوافق انها تتجوز زفت رمزي ده. ولا رمزي؟ نعم دول. هو انت سعيد بوحدتك دي يا رمزي؟ بص يا دول، هو انا من زمان يعني وانا ملطوي. ملطوي يعني من مالطا يعني مش من مصر يعني؟ لا انا اقصد يعني ان انا يعني شخصيتي كده هو المنكمشه على ذات نفسيتها. لا ما هي منكمشه اكيد عشان مثلا غسلت شخصيتك في ميه ساقعه. يا دول انا بنسجم مع الحيوانات كده وما بحبش البني ادمين على فكره، انا كان نفسي اطلع عنفي. انفد وايه؟ مجموعك ما جابش انك تطلع انفد وطلعت تجحش ولا ايه؟ لا يا دولا، يعني انا كان نفسي اطلع انفد علشان يعني انفد كده هون في نفسي وانفد في الدنيا واسلك بقى. عارف انا نفسي انك انت تنفد من البازار ده واسلك انا بقى. يا دولا خلاص بقى، لا تبكي على الكوكتيل المسكوب يا دولا، انا خلاص طلعت بني ادم واللي حصل حصل. يا ابني انت فاهم انك بني ادم، انت مش بني ادم، انت مخلوق عجيب يلا. ولا عمرك يلا فكرت مثلا ترتبط بواحده ست؟ ياه اخلص. ايه ياه؟ نص ساعة ياه. يا بص يا دولا بقى، ما تفتقش في الفتوقات يا عم اللي خيطها الزمن. فتوقات؟ انت ايه كنت بتحب جيبة مقطعة يالا ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. حضرتك اي خدمة يعني؟ حضرتك داخلة البازار فعلا قصدة البازار ولا للأسف مثلا دخلتي غلط؟ هو في ايه؟ مين المسؤول هنا على البازار ده؟ مع حضرتك عادل سعيد، رئيس مجلس إدارة البازار والمسؤول الأول، زائد إن أنا المحاسب القانوني للبازار. أوكي أوكي. دول أكلم رانيا مراتك. أكلم أم ياسمين بقى بسرعة. يا غبي يا غبي، بتطلع أسرار بيتي هنا في الشغل يا غبي. أيه يا رانيا؟ لو سمحت يا ابو حمالات. انت ايه اللي لو سمحت يا ابو حمالات؟ بتفتكر الحمالات؟ حضرتك بصي انا ليا اسمي اللي تندهيلي بيه. وانا هعرفه منين اسمك ده؟ ما بتسالي دولا. مين دولا؟ دولا ابن عمي. دولا ده احنا ده كل القهوه اللي بنقعد عليها عارفينه، وكل الناس اللي قاعدين في الشقه بتاعته عارفينه، وكل انت خلاص ابيض خالص كده ابيض. يا ابني انت مالك؟ انا لسه جايه من الشارع دلوقتي. استغفر الله العظيم يا ربي، جايه بقى من الشارع عشان يلمك بازار ولا ايه؟ انت اهبل ولا مجنون ولا غبي ولا في ايه؟ بص بقول لك ايه بقى، ما تقعديش بقى تحيريني بقى كده هون، علشان انا مش فاضي، انا مش فاضي، عندي شغل، عندي اله الطفوله ميتو راعة عايزه اروح ارضع. لا لا لا، انت رائع، انت ما حصلتش، انت تحفه. انا عارف ده كله عارف، بس ارجوك يعني ما تستدرجنيش بمسلوق الكلام علشان اعمل لك تخفيضات خالص. ما فيش حضرتك شلم ولا ملين هرضى انزله، ما فيش شلن وملين. لا انت مستقلب نفسك جدا. بص يا استاذ، انت بنظري ما تسويش اقل من ربع جنيه. طب لو سمحتي ابعدي بس ايدك شويه. ماشي يا رنا، ماشي ماشي خلاص ماشي. سلام 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 سلام. يخرب بيتك، انا اسف جدا الواد الغبي ده يكون ضايقك ولا حاجه يعني. والله بصراحة يا أستاذ أنا ما يضايقنيش غير المتطفلين. وكمان تطفلت على الهانم يا غبي. ولا روح اجري نظف تمثال إله القذارة، اجري. حاضر. لا 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 لا،
لو مشي انا مش هشتري ولا حاجه من البازار ده. اصل انا معجبه جدا بشخصيه الاستاذ. لو سمحت ممكن اسم حضرتك؟ حضرتك انا اسمي رمزي الشهير بابو الرماميز ابن عم دولة. حضرتك انا بقى دولة يعتبر من اكبر شعراء البازارات اللي في مصر كلها، بالاضافه ان انا بحل كلمات متقاطعه بتفرج على اوبرا. رمزي نعم. ارجوك ذكرت بتاعي، ممكن تليفونك؟ والله بيشحن يعني. بصي حضرتك غبي، افتكر عايزه التليفون نفسه غبي غبي يعني. أنا بموت في الشخصية دي. تموتي في إيه حضرتك؟ بقولك غبي غبي يعني. بالعكس يا أستاذ، ده مش غباء، ده غموض. غموض إيه ده غباء حضرتك؟ حضرتك ولو بتدوري على الغباء أنا أغبى منه. عايز كارت بقى. رمزي أرجوك. نعم. كارتي معاك، أنا مستعجلة دلوقتي لازم أروح. أنت لازم تتصل بيه عشان نتكلم. معاك مروة طبقي مخرجة إعلانات. باي باي. باي باي، الكارت في عيني ما تقلقيش. بتعمل ايه بالكارت ده؟ ايه دول؟ هقعد بقى رنلها رنلها دول. ترنلها ايه يالا؟ وبعدين دي مخرجة اعلانات، اكيد يالا هياخدوك يحطوك على علب السمنة يالا، انت بقرة؟ خش يالا رمزي. حاضر. حط الحاجة دي هنا يالا. حاضر يا دولة. هنا هنا. هنا؟ هم العرر جم هم وجابوا طلبات البيت. زغرتي يا اللي انت مش غرمانه يا دي، ماسوره الاباحه اللي بتتفتح اول ما بخش، انا نفسي الماسوره دي تتسد وتفرقع بقى. الو السلام عليكم، مين معايا؟ مروه الطبقي. في حد يا بنتي اتصل بحد في ساعه زي دي؟ يعني الساعه داخله على 3 الظهر. حد يرد على حد بالشكل ده؟ انت مش عارف بتكلم مين يالا؟ ايه تقابليني؟ لا يا اختي ما بقابلش بنات. طب وانا اديها ميعاد واروح انا يالا. طب استني يا مروه، بصي اديني ميعاد وانا هبعت لك دولا حبيبي ابن عمي، ها هو اللي يروح مكاني. ايه دولا رخم ما يجيش معانا؟ يا سلام، يتمنعنا وهن العائزات. هتعدي عليا؟ ماشي يا مروه بس نتفق الاول. بصي انا هقعد في العربيه بتاعتك جنب الشباك. ماشي يلا يلا، سلام عليكم. هتقعد في العربيه جنب الشباك؟ العربيه كلها شبابيك يا هب. انا مش فاهم شام عايزه تخرج معاك ازاي دي. تلاقيها مسوسه ومعفنه ومقرفه ووشها شبه قعر القفه. عارفه يا سناء، انت لو شفتي مروه اللي بيقولك عليها دي بجد، الخانه اللي مكتوب فيها في البطاقه بتاعتك انثى هتشيليها. يا اخي روح 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 روح، الواحد ما بيحسش بقيمه الجمال، قيمه الجوهره اللي في ايده عشان ملك ايديه. يا نقنق والله والله انا مقدر وشاري يا نقنق. بص يا نقنق، ده انت الدفيره الواحده بس منك بمقاس 87 واحده منها كلها. انا ما طلبتش رايك، ما طلبتش رايك، انا ابص لواحد زيك. يا سلام، اصبري بس لما تشوفيها ساعتها بجد يا سناء هتتصدمي في انوثتك. اسمعوا يا جماعه اسمعوا، اذاعه البي بي سي بتقول ان قال ايه رمزي طلعت له واحده صاحبته. ايه ده ايه ده يا رمزي؟ كانت صاحبتك في الدراسة؟ يعني كانت زميلتك في كتاب القرية؟ دراسة ايه وكتاب ايه وقرية ايه؟ الكلام ده بالنسبة للبني ادمين، رمزي اساسا مش مصنف كبني ادم يا ماما. ايه قلة الادب دي؟ ما بقاش فيه لا خشة ولا دم، البت من دول تشوف الواد وتحبه وتقول له انا بحبك في وشه كده، فين بنات زمان وتقل بنات زمان؟ ايه ده يا طنط؟ خلاص الدنيا اتغيرت واتطورت ودلوقتي بقى عادي جدا ان البنت هي اللي تبدا بالخطوه الاولى. خطوه اولى ايه؟ على اساس الاثنين هيتعلموا المشي مع بعض يعني ولا ايه؟ ايوه يا مروه. نعم. ايه وصلت تحت؟ طيب يا ست انا قاعد بتفرج على دلوقتي فيلم اسماعيل ياسين في جنينه المجانين. جنينه المجانين ايه يا اهبل؟ يعني حابسين مجانين في قفص؟ ايوه وصلت خلاص، ما تقعديش تلوكلوكي بقى، خلاص وصلتي اطلعي يلا يلا باي. طلع هنا ولا طلع؟ ايه ده في ايه في ايه؟ لا مفيش، اصل في واحد من المجانين كان بيهرب من القفص فكنت بشجعه يعني. النبي ايه؟ ودلوقتي بقى احنا في مرحله انتظار انثى العنكبوت اللي مصاحبها رمزي. كت كت كت. ايه ايه ايه؟ هروح افتح لها عشان رمزي مشغول مع الفيلم يعني. افتح لها انت ليه؟ انا هنا سيده القصر، هفتح لها انا. شفت يا دول بيقول لك ايه؟ مساء الخير، هو الأستاذ رمزي موجود؟ رمزي؟ يو بقى ما بيردش. يا بنت اهمدي وعودي، انت سهران لغايه دلوقتي ليه؟
ماما رمزي ما روحش لحد دلوقتي. ما هيتنيل يروح البازار ويبات فيه. لا انا قلبي حاسس كده ان هو ما روحش وبتسنكح مع البنت السنكوحه دي. إيه. قلبك سلامه قلبك يا حبيبتي. هو قلبك ورمزي خلاص بقى على خط واحد من امتى بقى ان شاء الله؟ الله يا ماما، مش لحمي ودمي وابن عمي. يا سلام، من امتى الكلام ده؟ ما يا ماما ساعات كده الواحده بتبقى مغفله. قوم ايه، تيجي ايد كده من بعيد وتاخدها وتفهمها. قوم ايه، الواحد تمسك الجواره وتزيح من عليها التراب وتشوفها بنظره جديده. قوم ايه، الواحد تنتبه لحياتها ونفسها. قوم ايه، تحب. قوم ايه، اعتبرها غيره حريمي مثلا يعني. انا غير من البنت اللي اسمها مروه السنكوحه دي؟ يا ماما انا كبدي ياكلني من كاترين زيتا جونز. اموت من هند روستوم، اتحرق كده من كاترين دونوف ولا جوليا روبتس ولا ديمي مور. مش من البنت ديت، اقل من الناس دي يا ماما، يتحكليش كعب. يعني عقلك كده بيشاورك على انك ترتبطي برمزي. والله يا ماما يعني ولد مش بطل من غير نظاره يعني. لو قلعناه النظاره وقلعناه قبل منها الحمالات اللي هو لابسها وعملنا له عمليه ليزك. أيوة. ولبسناه جزمه سيفتي كده مسافه 80 سنتي فيطول شويه ويقبنا على وش الارض، ودخلناه الجيم وعرقناه كده لمده 3 4 اسابيع، فجاه يا ماما يقلب، ممكن يبقى رشدي اباظه. حضرتك يعني ما تزعليش مني في الكلام اللي انا هقوله يعني. ها، لون عين حضرتك يعني كده مش عاجباك. هي لونها اخضر كده، هو ده مرض؟ مرض ايه يا رمزي؟ الحاجات دي حلوه عند الستات ان عينيها تكون خضره، والرجاله بالاخص بيحبوا الموضوع ده. انا ما حدش قال لي من الرجال ازاي ياخدوا قرار ومن غير ما يرجعوا لرمزي. لا لا لا، دي مزهله. لا والله انت اللي مزهله. حضرتك تحب لون عينيا تكون ايه؟ انا بحبها لونها التنفسجي. تنفسجي؟ والله للاسف يا استاذ رمزي انا ما عنديش اللون ده. انا عندي في البيت لون كركري، ينفع؟ والله لما تكركري بقى تلبسيها قولي لي. يخرب بيت دماغك يا رمزي. بص يا رمزي، انا مخرجه. انا مش ضد عمل المراه كممرضه خالص. ممرضه مين يا ابني؟ انت اللي مريض. افهم يا رمزي، افهم، انا معجبه بيك. ألا ألا. طب ما تقولي كده من الآخر يعني. لا ما أقصدش كده، أنا معجبة بيك كمخرجة، معجبة بتكوينك ونفسي أستغله. لا 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 حضرتك، لا أنا ما اسمحش. أنا رمزي ما يسمحش حد يستغله كمخرجة. لا 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 خالص. إيه ده اللي أنت عامله ده؟ أنا اللي انت عامله ده يخرب بيتك، عامل لي اسطول فرعوني يالا بالورق. مسطول فرعوني؟ ايه دولا، واحنا اي حاجه كده وننسبها للفراعنه، حتى المخدرات يا دولا. بص بقى السفينه دي، سفينتي يالا. يخرب بيتك يخرب بيتك، اعمل لك ايه اعمل لك ايه؟ ايه ده ايه ده، انت بتضربه وبتشتمه يا اخي؟ ايه انت ما عندكش قلب؟ معلش معلش يا رموستي، معلش. رموستك؟ وكمان موستي. موستك؟ والله يا نقنو، والله ومليكي عليا حلفان يا حبيبة قلبي. أنا عمري عمري ما هزعل منك طول ما أنا شايفك بنضارتي يا نقنو. لا نضارتك دي لينا فيها كلام تاني بس مش وقته. إيه عايزة إيه من نضارته حضرتك؟ عايزة تلبسي نضارته؟ لعلمك لو لبست النضارة عينيكي هتسرب. خدوا خدوا كلوا واشربوا عشان تتقوتوا، انتوا تعبانين قوي من الشغل. الله، شندوشات ايه دي يا نقنق دي؟ فراخ بالحلاوه اللي انت بتحبها. الله، فراخ بالحلاوه؟ الله ياخدك، فراخ بالحلاوه، الله يقرفك. وانت من امتى الكرم والحنيه دي؟ ده انت لما كنت بتديني البنه كانت بتلزق في اسناني. ناقص بقى حضرتك تعملي له سمك بالمربى. سمك بالمربى؟ لا مش ممكن. هطبخهولك بكره، نظفت السمك من الزفاره وحشيته مربى وجاهز على الطبيخ. بس انا للاسف كده معزوم على الغدا بكره يعني مع البت دي مروه دي اللي انا مش طايقها. مروه مين ومش طايقها ايه؟ بقولك هطبخلك وسمك بالمربى، تقولي مروه لازم تيجي تزفر بقك بالسمك. يا سلام، على طول لسانك زفر وعايزه تزفري لسان الواد طول الوقت، ما بناخدش منك حاجه عدله ابدا. ما حدش وجه لك كلام، بتحشو ما حدش وجه لك كلام. رموزة افتكرت، هبقى اتصل بيك على الموبايل. ماشي، وهتشيكي عليا؟
ايوه هشيك عليك. انت شيك من غير حاجه يا نقنق. نقنق؟ ايه ده؟ دي كلمه شعريه قوي، انا هقعد طول الليل احلم بكلمه نقنق ديت، جديده قوي في السوق. على اساس ان انا ايه بقى في البازار ده يعني؟ تمثال الاله الكوبري. ما تسلك ايدك يا بت من الاستك يا بت. حد يفكني، حد يفكني يا طول. يلا يلا اتكل على الله. ابو بيلات بقى هشيك عليك بقى ان شاء الله في ال. يلا اتكل على الله. بره 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 يا بت. طبخلوا يما بايدي الصينيه. وازاي يما؟ ازاي يما؟ ازاي يما ما ياكلهاش؟ ايه ده اللي انت عاملاه ده؟ ايه رايك؟ حلو قوي. ابن عمك حسب ما تدوقيه. لا يا شيخه. شكلك رسم على تقيل يا سناء. ايه كل ده عشان رمزي؟ يا بيبي هو انت ما تعرفش المقوله العظيمه التاريخيه اللي بتقول اقرب طريق لقرب الراجل صينيته؟ وعلى اساس بقى ان انا مش راجل انهو وفاهم كل حاجه بتحصل في البيت. ده كلام فارغ اللي بيحصل ده. يوه بقى يا عادل انت خسران ايه؟ حرام عليك، ليه تقف في طريق سعاده اختك؟ انا ما بخسرش ابدا عادل، سعيد عمره ما يخسر. بالعكس ده انا بقى فرحان جدا، وخصوصا ان انا هضرب كلبين بجزمه واحده. كلب لما ينهشك، لما يقرمك، لما يعضعضك، لما ينهشك كده بضوافر على وشك. ايه الكلب الغلاوي ده؟ الكلب قال انا عادي يا ماما يشتمني، انا عادي، ده اخويا عادي ما فيهاش حاجه، لكن يشتم رمزي لا، وما يشتموش في غيابه. اه الله 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 الله، يا سلام على الحب اللي بينبت ويترعرع على سفره مطبخي في منزلي. هذا الحب الذي يبدا بالصينيه اللي ريحتها غريبه دي. ما غريب الا الشيطان، ابن عمي وبموت في كعبه بوز جزمه. ايه الغريب في كده؟ لما اكلم الزفت ده شوفه راح فين. اكلمه وشوف ايه حكايته. الو الو. ايوه يا رمزي، انت ازيك؟ عامل ايه؟ وحشتني قوي. ايوه انا طبخت واستنيتك. ايوه السمك استوى وقلبي من حبك هوا. قاعد معاها في الكافيه؟ حاجه نايل عيشتك، حاجه تربعها على نافوخك انت وعلى كل الجرسوات اللي بيخدموا عليك يا معفن يا رمه. شفتي شوق بيخني يا ما رايحاله. الله، البنت اتجننت ولا ايه؟ يا بنفهم بقى، انا هعمل منك موديل مشهور كبير تكسر الدنيا دي كلها بظرف اسبوع واحد بس، هو مده الحمله الدعائيه. ده انت هتبقى اشهر واهم من احمد عز. مين احمد عز ده؟ وبعدين بقول لحضرتك ايه، احترمي نفسك. يعني ايه موديل؟ موديل انا روح، انا بني ادم. مش عارفه اخش للكائن الفضائي ده ازاي. بيخبط على الباب وانا افتح لك يا ستي، لكن بقى تقولي لي موديل وقرون والحاجات دي انا ما استحملكيش. يا بنفهم ارجوك ارجوك، انا عندي منتج اعلاني ما ينفعش حد غيرك يبقى الموديل بتاعه. اه اسوق عربيات يعني وكده؟ لا يا ست، بص انا بعمل حوادث بالعربيات، اذا كانت عربيات يعني في الملاهي ام كهربا دي ماشي، بس تبقى الكهربا مقطوعه. يا ربي يا ربي، انا عملت شرور كتير في حياتي، ولكن العقاب ده اكبر واهم من اي خطا انا ارتكبته. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. الله الله الله، وكمان بتقولوا يا حبيبي بتخني في فتره ما قبل الخطوبه. يا اخي طب استنى للجواز كنت اعديها لك. معلش احنا اسفين جدا يا استاذه مروه، يعني ان حضرتك شايفه المناظر دي انا اسف جدا. بقول لك ايه، رمزي ده ابن عمي وبيحبني انا ومتكلم عليا انا، وبيننا قصه حب مستمر. اوعى يا اخي، مستمره بقالها سنين. يا بجد يا نقنق؟ بجد والله؟ يا وانا فاكر تهزيئك ليا طول السنين اللي فاتت دي اهانه، طلع حب واستكانه. حضرتك اتعرفتي على اتنين من اسبل عائلتي، يعني عيلتي الصغيره دول اسبل اتنين فيها صراحه. يعني بنت انتي، بقول لك ايه، رمز ده تنسيه خالص وتشيليه من دماغك، وتدلتي نمرة تليفونه ومن على تليفونك، وتشيلي عينيك الحلوه اللي اتدب فيها 18 ار بي جي دي من عليه. بتحترمي نفسك يا ست انتي؟ عينين ايه ولوز ايه؟ انتوا فاهمين الموضوع غلط يا جماعه. حضرتك انا الوحيد اللي فاهم الموضوع صح. واضح طبعا ان حضرتك يعني بتميلي ليا، وبعدين عايزاني اغير من الحيوان ده صح؟ لا لا لا، انتوا مجانين رسمي يا جماعه. انا مروه الطبقي، مخرجة الإعلانات المشهورة في مصر، ورمزي ده هو بس عشان أستعمله وأستخدمه عشان يبقى الموديل بتاع المنتج بتاعي اللي ما حدش عايز يعمله. منتج؟ منتج إيه؟
منتج ايه اللي محدش عايز يعملهولك ده؟ اسمعي يا ستي، انا ماسكه حمله دعائيه اسمها نمي ذكائك ورتب اوراقك، وده كورس صيني محتاجين بني ادم غبي عشان يعمل الموديل بتاع الاعلان. للاسف لفيت الدنيا دي كلها ما لقيتش اغبى من البني ادم ده. بقى هي كده الحكايه؟ وانا اللي كنت فاكراكي معجبه بيه؟ معجبه بيه ايه؟ ما انا قلت لك من الاول معجبه بيه انا يا ماما. بي اي وسي اي، ده مفيش واحده حتى لو كسرت بص على البني ادم ده. دي الشماعه، حتى الشماعه تقرف ان انت تعلق هدومك ولا حمالاتك دول عليها. يا نقنق، ايه الغلط ده بقى؟ ليه الغلط حضرتك؟ انا كلمتك عشان تقعدي تغلطي تغلطي تغلطي. الحمالات عملت لك ايه؟ يا سلام، عماله تهزق فيك من الصبح يالا وانت ساكت. الحمالات هي اللي وقفت في زورك يالا. اهدى يا عادل، سيب لنا الطلعه دي. اهدى يا اخويا يا حبيبي يا شقيقي، يا بارد يا رمة، يا حمار يا كلب، يا معفن يا زفت، يا ليل الأدب يا عديم التربية. انت الله يخرب بيتك، في واحدة عندها ذرة عقل تبص لواحد زيك وانا القلقي كنت حبي عمري كله بسبب غيرة الستات. نقنق بالراحة، نقنق بالراحة بالراحة. خلاص 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 يا سناء، خلاص سيبي. الحمد لله احنا اسفين جدا للمناظر اللي انت شايفاها دي، يعني اسفين جدا صراحه. لا ولا اسفين ولا حاجه، انا حاسبها كده تقطع في روميو بتاعها وعوضي على الله في النحتايه دي. بقول لحضرتك ايه بعد اذنك، يعني اعوضك على الله في النحتايه ليه؟ النحتايه تفضل شغاله، بدل ما كنت تعملوا اعلان عن اللي ما يستعملش البرنامج يبقى غبي زي رمزي، اعملوا الاعلان على ان اللي يستعمل البرنامج يبقى ذكي زي عادل سعيد. عادل سعيد اسم له تاريخ عجيب. يا سلام، انا هعتزل الاعلانات، انا هتجوز واقعد في البيت. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ طب في الشهر شايف بس خلاص يا سناء، خلاص يا سناء، خلاص يا سناء، خلاص يا جزمة، خلاص يا جزمة. قومي، معلش عمتك مجنونه. صباح الخير. منزل الاستاذه هنا يا السيد اللوحي؟ ايوه. معايا جو من امريكا. ده الماما من امريكا. عاوزين حلاوة الهجية. معاكي فلوس؟ خد اتفضل. شكرين. معاكي فلوس؟ يبع جنيه؟ ليه؟ وانا جايب لكم الجواب من اول فيصل. انت ليه محسسني اني رحت امريكا ماشي ورجعت بالتوك توك؟ ما تحمد ربنا على يبع جنيه وش وده. الحمد لله. ياه، كنت في انتظاره على احرم الجمر. دول اكيدي 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 من كل القرايب بتوعنا اللي موجودين في كل انحاءات امريكا. اللي تشتتوا بعد حرب امبابه. الحلم الامريكي سوف يتحقق. حلم امريكي؟ خير الله ما اجعله خير يا رانيا. هاتي ابعته لام سيد، ما هي فسرت لي الحلم اللي شفت فيه عادل ابني وهو في حفره، كان بعديها باسبوع كان متجوزك. ايه البلديون اللي بتقوليه ده؟ سيبك منهم، دول مجانين. كملي يا حبيبتي طمنيني. هلو، جود مورنينج مسز رانيا، وي ار ذا انترناشونال. يا مامي مامي مامي، عارفه مضمون الجواب ده ايه؟ مضمونه ايه بقى يا ست رانيا؟ افتي افتي يا اختي. دي هيئه المجتمعات القمريه اخيرا وافقوا على انضمامي والتحاقي ليهم. مش دي اللي مكانها في نيوجيرسي؟ ايوه يا مامي، من عصر كنت بعت لهم جواب طلبت منهم ان انا انضم ليهم في توزيع الاراضي القمريه وبيعها. يا نهار ابيض، هيخصخصوا القمر؟ هو فكر الخصخصه وصل لغايه القمر؟ هما لما يبيعوا القمر بقى الدنيا هتبقى ضلمه؟ ياي ياي، مش معقول، انتوا جهلانين، مش طبيعي جهل. لما سيبك منهم، دول متغازين. يا مامي انا كده اصبحت مندوبه الشركه في مصر والوطن العربي. رانيا انت رايحه تبيعي القمر؟ طب احتياطي، خدي معاكي معجون حلاقه ومشط وفلايات وسبح. واللي مش هيشتري القمر يشتري الحاجات دي، ونسبتك برضو ماشيه. عمركم ما هتفهموا، عمركم ما هتتطوروا، هتفضلوا باصين تحت رجليكم كده على كوكب الارض الحقير. ولعلمكم نهايتكم سودا وطين، يا اما هتبقى تحت نفق مظلم، يا اما فوق كوبري مشاه متصدع، يا اما في مترو الانفاق والنور مقطوع عليكم وهو بالمره نخلص منكم. ولعلمكم بقى الارض بتنهار، الصخور بتتفتت، الجدار بتتنسف، المياه في الاجواف بتقل، السطوح هتقع فوق دماغكم ونخلص منكم. يا لهوي، هي القيامة هتقوم؟ حبيبتي انت كده خضتيني خالص، يعني انا عايزه اعرف دي كل اهتماماتك في البيئات؟ لا يا مامي، الفكره كلها ان انا لو عرفت اسوق 10 قطع قمريه هيبقى ليا قطعتين متميزتين كبونص في اي مكان انا عايزاه. واو، اوكي اوكي حبيبتي بقى، لو انت يعني شايفه ان ذاتك وطموحاتك هتكتر اكتر في القمر، انا ما عنديش مانع تطلعي القمر. يا رانيا ازيك؟ ايه قاعده بتعملي ايه؟ لا ما انا ما قلتلكش، ما
مش انا اتعينت في هيئه المجتمعات الاماريه الامريكيه لتقسيم اراضي القمر؟ اتعينتي يعني اتوظفتي من غير ما تاخدي رايي؟ ازاي الكلام ده؟ والبيت يا هاني؟ يعني ما ده مش هياثر على شغل البيت. ازاي يعني هتروحي امريكا الصبح وبعدين ترجعي على الساعه 2 الظهر تعملي الاكل؟ طب وياسمين مين هيذاكر لياسمين؟ لا يا حبيبي، ما هو انا كل شغلي هيبقى هنا من جوه البيت من اوضه نومي. اصل انا كل اللي مطلوب مني ان انا ابيع 10 قطع اراضي على القمر لسكاننا هنا اهوت في مصر هنا، وهيبقى ليا ايه قطعتين ارض بونص. يعني ايه ده؟ هيبنوا فوق القمر؟ هو القمر دخل كردون مباني؟ لا، هو انت ما تعرفش ولا ايه؟ انت نايم يا استاذ. ماركو فانيلي مندوب. اهلا وسهلا، اسم حضرتك فانيلي؟ ده اسم العيله، فاميلي. اكيد طبعا، الوالد بقى كان بيشتغل في الملابس الداخليه اول من اخترع الكرسون. ما اكيد طبعا عشان البرد في الشتاء يعني، والحاجه ام الاختراع. انا بقول حياتك يعني نبطل كلام في الامور الداخليه ونتكلم في المهم. عندك حق حضرتك، انا كان عندي شويه اسئله يا ريت يعني تجاوبني عليهم. أنا بصفة المسؤول الأول عن شركة يما القمر على الباب، فمفوض إني أجاوب عن جميع الأسئلة اللي يقولوها الجماهير. حضرتك يعني السؤال الأولاني عبارة عن الأبراج اللي أنتوا حضرتك يعني هتعملوها إن شاء الله في القمر دي، هتبقى بإذن الله بعد قد إيه تسليم مفتاح مثلاً؟ انت تقصد حضرتك ايه بالظبط؟ اقصد ايه يعني حضرتك الزبائن اللي احنا هنقنعهم يعني هنقول لهم هيستلموا شقاهم على المفتاح امتى يعني؟ في هذا القرن ان شاء الله. في القرن ده، في القرن ده الساعه كام بالظبط؟ جرى ايه عادل، الساعه محدد انت قوي، اساله يوم ايه يوم ايه حضرتك؟ احنا هنبدا نعمل اعمال المحاره ان شاء الله قريب. قريب يعني حضرتك الناس اللي هيستلموا محارة وحلوق وهم يشطبوا؟ بالظبط كده. طب انا كان عندي سؤال حضرتك، هل هيبقى في خط قمر ارض بحيث ان احنا يعني نبقى قاعدين على القمر واهالينا يبقوا قاعدين على الارض، فهنبقى محتاجين كل خميس وجمعه كده ننزل على الارض وبكده كل السبت بقى الصبح نرجع تاني على القمر؟ يعني هيبقى في ترانسبورتيشن؟ احنا هنعمل شبكه مواصلات صاروخيه من الارض للقمر، هتشتغل 77 ساعه ضوئيه. هل في مواصلات على القمر نفسه؟ يعني مثلا ميكرو باص القمر، سي تي اي القمر، مترو الانفاق، توك توك القمر؟ بس يا ريت لو هيبقى في توك توك القمر بلاش العيال الصغيره هم اللي يسوقوا التوك توك حضرتك، يعني لسبب بسيط جدا، لسه عيل صغير كان سايق توك توك خبط الكلب البلدي بتاع الواد فتله، والواد متدمر على اللي هو المحور بتاع المنيب ده حضرتك. وبعدين لو مدام هنطلع توك توك على القمر نرخص من بدري بقى. لا هنرخص ان شاء الله. بص ادي الخريطة موجودة اهي، بص بقى سيدي، وهيبقى ليكم في الخريطة دي خريطة تمام. بص ليكم حتتين ارض مجانا وهنبنيهم لكم على حسابنا، بس انتوا شطروا وسوقوا الارض للجماهير. ناخد العناصية دي. ناخد العناصية دي حلو. لا بس بلاش العناصية، ممكن نوع من على القمر. يا جماعة بغض النظر عن رأيكم أو رأي في رانيا، إلا إنها يعني رضينا أو مرضناش، هي تعينت خلاص وبقت مديرة مبيعات أراضي القمر. كانت عقلك شفطتك خلاص؟ بس فعلا انا ما كنتش هصدق ابدا لولا شفت بعينيا وما بيحطوا فلوس في حجركم وبيقولوا لكم يلا يلا ابداوا المشروع. والفلوس دي هتفضل معايا لان انا المسؤوله عن الحمله الاعلانيه للمشروع. ولعلمكم اللي عايز يشتغل معايا يحترم نفسه ويمشي ورا كلامي ويسمع الكلام طول الوقت. وانت بقى هتحاسبينا باليوم ولا بالشهر؟ يمكن بالسنه الضوئيه يا ماما. يا دولا، يعني انا افهم من الكلام ده يعني ان احنا هنروح نقفل البازار بتاعنا ونفتح بازار تاني في القمر بعد الظهر؟ انت بتفكر ليه؟ بتفكر ليه؟ انت عمرك شفت قمر بالنهار؟ القمر بيطلع بالليل بس. يلا صح يا دولا. يعني احنا كده هنقفل البازار ده ونص يوم بس. انا عندي مقترحات، ان احنا نصفي كل الممتلكات بتاعتنا هنا على الارض وناخد الفلوس دي ونفتح بيها في البنك المركزي القمري، عشان انا سمعت ان هو بيدي 200% انترست. يعني ايه انترست ده يا دولا؟ غبي انترستد يعني متشوق. وانا امبارح عملت سيرش على اسم الشركه ودخلت على موقعه واتاكدت ان هم رموا الاساسات فعلا. يا جماعه دلوقتي احنا بصدد بيع اراضي قمريه، يعني احنا لازم ننجح دلوقتي في بيع 10 اراضي عشان ناخد البونص بتاعنا قطعتين.
بالظبط يا جماعه. وعشان الهدف ده عايزين نقسم بقى الشغل، كل واحد هيعمل ايه. بالنسبه لك انت يا نجلاء، عندك الجامعه لازم تنشري المشروع في الجامعه، يعني بدل ما انت طول الوقت يعني سايبه المحاضرات وقاعده بتلعبي او بتخطفي انتيم دي من دي ولا انتيم دي من دي، اعملي بلقمتك بقى يا ماما. طب ايه العروض اللي هجذب بيها الشباب؟ اسكان متوسط، الوحده 60 متر على اقساط 20 سنه قمريه. اه طبعا، ده اول حاجه هتجذب الشباب ان هم هيقسطوا على 20 سنه. بعد كده الشاب ممكن يسقع الارض، طبعا تسقيع الارض في القمر ده بيبقى بارقام تانية خالص، او ممكن يفتح شقتين على بعض. اه وانت يا مامي وانت يا انتي، انتوا كسيدات بقى بعلاقاتكم بسيدات المجتمع الراقي وغير الراقي طبعا. يعني قصدها تقول المجتمع الراقي الواطي عشان يفهموا. بغض النظر يا عادل، كل الطرق تؤدي لمدان الجيزة، خليني اعرف اركز. انتوا هتنشروا الفكرة عن طريق الأسرة. عن طريق ايه بقى؟ النميمة، قعدة المصاطب، قعدة الفسحة، البلكونات. البلكونات دي بالذات ممكن تنشر الفكرة من خلال الإشارة، يعني انت يا ماما تبقي واقفة في البلكونة طول الوقت وتقعدي تشاور على القمر كده. لا لا لا، انا مش فاهمة حاجة. ايوه يعني تقعدي طول الوقت في كلامك تجيبي سيرة القمر، تجيبي سيرة القمر. لا لا لا، ما بحبش اجيب سيرة حد بالعيبة ابدا. لا 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 لا، ايه يا ماما، ايه اللي يعيب القمر يا ماما؟ ده قمر قمر، يعني اقصد ايه في كلامك طول الوقت تجيبي سيرة القمر، يعني مثلا ممكن تشغلي الاغنية بتاعت يما القمر على الباب مثلا. اقول لحضرتك على حاجة، اشغل لهم اغنية قمرين بتاعت عمرو دياب. لا لا يا رانيا، انا معترض على حكاية قمرين. قمر على الباب ماشي اوكي، لكن قمرين ده بقى مختلف، لان الناس هيتلخبطوا القمر ده ولا القمر ده. زي ايه؟ عامله زي بين السورين، زي بين القصرين، زي بين البنين. لا خلينا محددين وواضحين لو سمحت. ايوه دوله، بس انتوا يعني سهوا عليكم حاجه مهمه جدا، يعني لان انا شايف باحساسي. شايف بايه؟ باحساسي ان القمر ده صغير خالص، يعني قد الطبق كده اهو، ازاي بقى هيلمنا كلنا؟ ما هو لان انت بتبص له بعين ارضيه، لكن انت لو طلعت قعدت على القمر نفسه هتبص له بعين قمريه. بص انت مالكش دعوه باي حاجه احنا بنتكلم فيها، انت معاك المطبوعات دي هتاخدها توزعها على القهاوي وعلى الكافيهات، وخد معاك الواد حته والواد فتله. ها ماشي يا دول. وانت يا سناء، انت بقى كتربويه يا حبيبتي هتنشري الفكره عن طريق بقى المناهج، ما لازم الدراسه، هتلم العيال كده في الفسحه هتقول لهم القمر وعلاقه الانسان بالقمر، وهم هيروحوا يقولوا لاهاليهم. لما يبقوا يدخلوا في المنهج اللي انا بدرسه علم الفلك ابقى ارغي فيه، ولا عايزين ارغي بغير لازمه؟ بص يا سناء، مش لازم كل حاجه تعترض عليها، نفذي اللي احنا بنقوله خلاص. عموما يا جماعه، كل واحده فيكوا عرفت مهمتها. انا ما اعرفش مهمتي يا بابا. انت بقى يا حبيبتي هتفتني كل اللي انت سمعتيه عن القمر لاصحابك في المدرسه، اوكي؟ خلاص فاكس فاكس. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم في داركم يعني ان شاء الله. وكلمه الان للسيده الفاضله رئيسه جمعيه اسكان متوسطي الدخل واسكان الشباب الموجوده في القمر، السيده الفاضله رانيا اللوحي. عملائي الاعزاء، او بمعنى اصح جيراني الاعزاء، نحن في زمن لو حضراتكم تلاحظوا وشوفوا هي استخدمت جمله بتقول ايه، بتقول جيراني. جيراني ليه؟ لان احنا مش بننصب عليكم، احنا زينا زيكم، هنبقى ساكنين جنبيكم فوق في القمر، فبنحييها على كلمه جيراني والسلام عليكم. يا جماعه انا ما حبيتش استولى على ارض القمر لوحدي، لا لا، هذا الشعب وأبناء هذا الشعب يستحقون ما هو أفضل. لو سمحت حضرتك، احنا مخطوبين بقالنا كتير قوي، وبعدين احنا دورناها على الكافيهات، انا دافع مقدمة كبيرة قوي في شقة في الشروق، فهل ينفع اسحبها واخد في القمر؟ بص حضرتك، انت ايه اللي يوديك الشروق؟ المسافة بعيدة جدا، احنا بنقرب لكم المسافة، هنطلعكم القمر بص قريب ازاي. وبعدين انت الشقة اللي انت واخدها في الشروق دي كام متر؟ 30 متر صافي. يا سلام، وفرحان قوي. 30 متر ده يعني انت لو مقضيها في كافيهات اي ترابيزه اكبر من الشقه اللي انت واخدها يعني. رفقا بالشباب يا عادل، وانت حبيبي. ايه 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 يا حبيبي دي؟ يا حبيبي دي؟ ها؟ هو يعني احنا بنقول نكسبهم لكن مش توصل لحبيبي، فاضل تحضنيه. يا عادل، ده نوع من انواع الدعايه، حرام عليك يا عادل. ده نوع من انواع الخيانه. خلاص اوكيش، خش في الموضوع. يا جماعه، عزيزي العميل، عزيزتي العميله، لما هتاخد على القمر
اهو هتضرب عصفورين بحجر. اولا مسكن مناسب، ثانيا قعده رومانسيه، يعني بدل ما تاخد البت بتاعتك وتقعدوا في اي كافيه ولا تقعدوا تتزنقوا في اي جنينه وحد يضايقكم، اهو فانتوا قاعدين على القمر. بقول ايه يا ولد؟ ايوه يا عمده انا عارف طلبك كويس، اكيد بتدور على مكان تعمل فيه دوار وزريبه وتجيب معاك البهايم. مظبوط، وجنب الدوار عاوز فدانين جمر عشان ازرعهم موالح. لا 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 لا، الزراعه هناك على فكره في القمر هتبقى سهله جدا لان الارض خصبه بشكل بايخ، يعني غير كده بقى الري العادي اللي احنا عارفينه كلنا اللي هو الري بالتنقيط، هناك الري بالتسقيط لان القمر زي ما احنا عارفين كلنا فوق جنب السحاب مش كده، بيبقى جنب السحاب بتاخد من السحاب بترش الارض بيبقى خلاص. يعني انا عايز ابني فوق مول شيك قوي ومعاه سلسله سوبر ماركت كده هسميها امرور، ايه رايك؟ مش فوق الكثافه السكانيه جامده وفي بيع وشراء؟ يا جماعة يا جماعة، قوانين القمر بتمنع دخول أي مأكولات أو مشروبات. زي السيما بالظبط يا أخوانا. إحنا يا جماعة مش طالعين نوسخ القمر. وغير كده كمان أي حد ممنوع يطلع القمر معاه أكل، يعني مثلا واحدة طالعة بحلة محشي، واحد طالع بسندوتشات، النظام بتاع جنينة الفستان ده مش موجود عندنا في القمر خالص، يعني أنت بالذات يا عمدة لو في دماغك إنك أنت تهرب مثلا زلعة مش، تهرب بلاص بتاع عسل أسود، مفيش الكلام ده، هيتقبض عليك هيتقبض عليك، محدش يطلع أي أكل، أي أكل عايزين تجيبوه هتجيبوه فوق من السوبر ماركتات اللي هتبقى موجودة زي ما قال الأستاذ، السلسلة بتاعه السوبر ماركتات اللي هتبقى موجوده. يعني انت ضامن الناس فوق هيشتري كل الحاجه من عندنا؟ اذا كان كده يا سيدي ده نعمل معاك عقد احتكار من دلوقتي. لو سمحت ممكن ادفع مقدمه وبعدين الباقي نقسطه؟ يا سلام، ده يوم المولد قسطي زي ما انت عايزه. اولا في اكتر من نظام تقسيط، وده طبعا بضمان ممتلكاتكم اللي في الشروق ال 30 متر. لو سمحت حضرتك هو الاستلام امتى؟ بعد سنه ونص. بس انا يا جماعه بنبه من دلوقتي الاستلام محاره وحلوه. على فكره احنا ممكن نشطب لكم لو عايزين نشطب لكم، بس ده في نظام تاني برضو بالتقسيط، التقسيط للتشطيب. يا نهار اسود، هو انا لسه هستنى سنه ونص؟ بقول لك ايه يا حلو، عندي شقه في اكتوبر جاهزه على المفتاح على طول، بس انت قلبي الزبون اللي معاكي ده وتعالي. يا راس مالي يا متعفن. لا 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 لا، لو سمحتوا لو سمحتوا، انا مش عايز اي كلام في السياسه، عشان كده حتى فوق ان شاء الله مش هيبقى فيه اقسام شرطه ولا ايه؟ يعني في وظايف، صلبت المحامين، صلبت ضباط الشرطه، لاننا هنكون بنعيش في المدينه الفاضله مع بعض كلنا كاخوه واخوات. واخيرا مع بعضينا بننشد النشيد بتاع الشركه نفسها، اتدحرج واجري يا رمار وتعال على حبي، اتدحرج واجري يا رمار وتعال على حبي. معقولة خلصتم مهمتكم بالسرعة دي؟ ده انتوا ايه، ده انتوا حاجة مش معقولة ابدا، ده انتوا حاجة عظيمة. ما هو ده شعارنا حضرتك، سرعة في الأداء دقة في التنفيذ. حضرتك الفلوس اهي كلها موجودة، وهتلاقي حضرتك فيهم شوية ارباع وانصاص كده، هو دول من شوية شباب يعني غلبانين عايزين يطلعوا القمر يكونوا نفسهم يعني. ده انتوا كده هتشجعوني ان انا اديكوا كوكب عطارد. عطارد حضرتك دي مسؤولية ضخمة قوي علينا. استنى استنى اتقالي ما تدلقيش. حضرتك يعني بجانب عطارد ينفع ناخد زحل وبلوتو؟ انا بحب بلوتو قوي صراحة يعني، وبعدين انا من زمان كنت بحلم ان انا اعمل مشروع سوبر ماركت كبير جدا يعني في السماء كلها بقى. انا هديك توكيل خردوات في المجرة. مجرة؟ طب حضرتك يعني معلش هو الطلب يعني مهم شوية، الشباب اللي دفعوا الفلوس دي كلها يعني عايزين يعني يعينوا الأرض اللي هيسكنوا عليها. أنا هعمل لكم رحلة صاروخية من الأرض للقمر وهبلغكم بيها. بص أنا عايزك تبلغ كل الناس اللي حجزوا معانا على القمر إن الرحلة بتاعت القمر هتطلع بكرة إن شاء الله من موقف أحمد حلمي، الصاروخ هيطلع الساعة 12 الظهر بالظبط عشان نوصل مثلا على 7-8 بإذن الله، تروحوا في النور بقى تتفرجوا. يعني إيه؟ يعني أنت عايز تتجوز وعايز شقة وكمان عايز تقعد جنب الشباك في الصاروخ؟ طب ما فيش شباك. أهو قاعد أهو. في إيه؟ يا نصابين يا حرامية، وهنتونا وخدت فلوسنا، لا لقينا صواريخ ولا بومب حتى. مش قلت لك يا أيمن دول نصابين؟ ما يا راجل
تصدق ان في شقه في القمر؟ مش لو كنت سمعت كلامي كنا دفعنا الفلوس دي معدم شقه في صحراء نفاده. انا هنطخك يا ولد. التخري ايه بس في ايه؟ افهم انا لغايه دلوقتي مش فاهم. لا افهم بقى، احنا روحنا الموقف لقينا شويه ميكروباصات بلاش لازمه وناس قعدت تتريق وتشتم فينا، والجدع اللي اسمه مفيد فوزي كان هناك وكان عايز يصور معانا. لا الا مفيد، الا مفيد ده لو عارف هيشرشحنا. بعد اذنكم يعني حضرتك اللي مسؤول عن الموضوع ده واحد اسمه مستر فانيلا، حضرتك انا ممكن اكلمه؟ ممكن يعني يكون الصاروخ اتاخر عشان بيمول مثلا من اوتوستراد ولا حاجه. احنا مش هنسيبكم الا في السجن. ايوه مش هنسيبك الا في الجلس. ايوه خش علينا. مش هنسيبكم الا في الجلس. مين فيكوا عادل ورانيا؟ هم مظلومين يا باشا. احنا مظلومين يا باشا. سيادتك حضرتك يا صباح الخيال بقى، حضرتك عايز تعبي القمر في ازايز؟ لا طبعا يا فندم، دي حاجه ما تصدقش يعني حضرتك، انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، حضرتك هي دي صاحبه الفكره. يا عادل بتبيعني؟ يا عادل انا مراتك. يا عادل مراتك. ابيعك طبعا ما دام ما عرفناش نبيع القمر اي حاجه، تجيب لنا اي حاجه في اي حته. طب وانتوا ازاي تسمعوا كلامهم يا باشا؟ هنعمل ايه؟ مفيش حقوق في البلد دي سكن فيه. ولا انا مش لسه ماسكك من 5 سنين انت والبنت دي في الحديقه الدوليه؟ ربنا يكرمك يا باشا ان شاء الله، بس من 5 سنين دي عدت، خلينا في النهارده حضرتك يا باشا. سعادتك انا وهي يعني برغم ان انا مش شريكها بس احنا اتنصب علينا يا باشا، اللي نصب علينا واحد اسمه فانيلا، شوفوه بقى متعلق على انه حبل واقبضوا عليه. جاري البحث عنه، ادينا بندور، وحليني بقى. حاسب عليا كده شويه، حاسب بس. هو ده يا باشا، هو ده يا باشا حضرتك فانيلا اهو. فانيلا؟ فانيله ايه؟ والله وقعت في ايدي يا حمدي يا بنطلون. يخرب بيتك ومزور اسمك وماشي بالفانيله وسايب البنطلون. هو انا كل شويه يا باشا نصبايه تحصل في البلد تمسكون انا؟ معلش يا سيدي استحمل، اصل في ندره اليمين دول في النصابين، وبعدين بقى احمد ربنا ان احنا بنجيب لك شغل. الشنطه دي اللي فيها الفلوس؟ دي كنت ناوي هج بيها على بنها، الامين عكشني على اول الطريق الزراعه. تخيل حضرتك يا باشا مهرب فلوس لبنها. كنت ناوي اعيش في الحلال، اجيب نحلتين واعمل منحى العسل. اتفضل حضرتك، نحلتين يعمل بيهم منحى العسل؟ يعني ده انت لو جبت النحلتين قعدوا يلفوا طول اليوم عشان يعملوا عسل لمده سنه مش هيعملوا لك معلقه عسل. بدل ما تجيب معلقه عسل حضرتك جايب كم فلوس تعمل بيه ايه؟ بص النصب، بص النصب. معلش يا عادل، ما يمكن الراجل عايز يبدا من الصفر يا حبيبي. شفت حضرتك شريكته في الجامعة. يا هماتي بقى مش معقول كده. اف انت سايبه سريرك وجاي جنبي كده ليه يا باي؟ وكمان عماله بتزنقي بقى التخري شويه. اف مش حدش عارف ينام في البيت البداول الزفت ده. اف يا ربي بقى امشي هناك شويه. يو مش عارف ايه اللي جابني هنا. اكيد زي ما انت بتقولي فعلا اتلخبطت وانا داخل الاوضه يعني. أيوة أيوة. انا اسف جدا. هو ايه اللي جابني ان شاء الله اوضه مجيده؟ ما اوضتي موجوده، كنت رميت لك صنع بره. رميتي مين يا ماما؟ ايه اللي رميت صنع ده؟ هو انا كيس جوافه حامض ولا ايه؟ ما هو ليه اوضته؟ اوضته بتاعته هو ومراته. ايه اللي خليه يبرم في البيت ويجي في اوضه مش اوضته يخليه نسمع كلمه من اللي يسوى ولا ما يسواش؟ قصدك مين اللي ما يسواش؟ انت زفت انت. ما صوتكيش يا مجيده. بحسب. طيب انا اسف جدا يا جماعه اللي حصل، يعني انا اسف هعمل ايه؟ والله ما عارف اعمل ايه ومش عارف ايه اللي جابني هنا، بس هعمل ايه؟ معلش يا حبيبي انت شكلك تعبان والارهاق لخبطك كده واحتست على روحك فدخلت. ايوه صح صح صح. رانيا رانيا خديني من ايدي والنبي خديني من ايدي. انا اسف جدا، انا اسف جدا، انا بعتذر، انا اسف جدا، انا اسف جدا، انا اسف. يا جرستي يا جرستي ما تبصوليش كده، بقول لكم ايه؟ لا
ثانك يو جود افترنون جود افترنون. يا دوله ايه يا عم السرحانه اللي انت فيها دي من الصبح يا دوله؟ لا مفيش 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 على رمزي برضو يا دوله. في ايه يا عم؟ مفيش. لا قولي يلا رمزي، هو الواحد ممكن يبقى نايم في مكان يعني ويصحى يلاقي نفسه في مكان تاني؟ يا طبعا يا دوله، اكيد مثلا بتتقلب كتير ولا حاجه اليومين دول. اتقلب كتير ابقى نايم في اوضه اصحى الاقي نفسي في اوضه تانية يا اخي؟ اوضه تانية؟ لا يا دوله مش معقوله دي يعني. ممكن تلاقي حد مثلا بيهزر معاك وشالك وانت نايم. شالني وانا نايم من غير ما احس بيها يا زكي؟ صح يا دوله صح معاك دي حق يعني. طب دوله ممكن تكون انت مثلا بتمشي وانت نايم؟ بمشي وانا نايم؟ على فكره دوله في واحد في البلد عندنا كان كده هون برضو بالظبط، لحد في يوم كده هون لقوه بيصيف في اسكندريه. بمشي وانا نايم يعني تفتكر يا رمزي حكايه ان الواحد يمشي وهو نايم دي حقيقيه يعني؟ يا دوله يا حبيبي دي حقيقه مؤكده علميا. حقيقه مؤكده؟ انت ايه يعني بتقرا من ورايا بتتعلم من ورايا ولا ايه؟ لا يا دوله ان شاء الله تفحه. لا يا عم دي بس شويه معلومات عاميه كده اهو. اكيد معلومات عاميه ما دام جات لك وما راحتش لاي حد تاني المعلومات دي فهي معلومات عاميه طبعا. يا دوله امال ايه يعني، ولا عايزني افضل جاهل زيك كده وان طول حياتي ما اعرفش حاجه خالص؟ جاهل زي اطلع بره هنا. انا اسمع بره هنا. اطلع بره هنا. اطلع بره هنا. راني رانيا يا رانيا في ايه؟ رانيا ايه الدم اللي في ايدك ده؟ انت قتلت سناء؟ ايه الدم ده؟ جه منين ده؟ انت بتسالني انا؟ امال اسال مين؟ ما انا كنت نايم جنبك طول الليل. نايم بالشكل ده؟ ايه ده؟ انا اتعورت ولا ايه؟ ايه الدم ده؟ ممكن يبقى كاتشب مثلا؟ وش عرفني؟ انا يظهر ان انا تعبان، اصل هو صراحه رمزي قال لي على حاجه كده، بس انت عارفه الواد ده مخرف يعني الواحد ما بيصدقوش. حاجه ايه يا بيبي؟ قال لي ان في ناس بيمشوا وهم نايمين. والله ممكن تصدق بقى؟ احتمال وارد بقى تبقى منهم انت؟ طب وايه الدم ده وايه؟ بصي يا عادل، انت فاكر اليوم اللي قفشناك عند مامي في الاوضه؟ يا دو قفشتوني عند مامي، هتفضلي ماسكه لي الحكايه دي طول عمري يظهر بقى. المهم دلوقتي يا عادل نعرف ايه اللي جاب الدم ده على هدومك وكنت فين امبارح؟ ايوه لازم نعرف انا كنت فين امبارح، وده ده دم كتير جدا يعني ايه اللي حصل؟ ياسمين انتي بتقري الجورنال ولا ايه؟ عادي يا بو. وبتقري ايه بقى؟ اصل الجورنال ده يا ماما للكبار بس، يعني الصغيرين عشان يقروا حاجه في الجورنال لازم يبقى معاهم رقيب، حد زي علي ابو شادي مثلا. قصدك ايه يا بابا؟ قصدي يعني انت دلوقتي بتقري في ايه؟ صفحه الحوادث. اذا كان كنا صفحه الحوادث. حوادث ايه؟ وانت ازاي تقري في صفحه؟ بتقري ايه في صفحه الحوادث؟ ابدا دي جريمه قتل. قتل؟ قتل؟ يا نهار اسود، ده انت فاضل تعزمي عليا كمان بسجاره، مين بقى اللي اتقتل؟ ايه ده يا بابا؟ هو انت ما تعرفش ان الرقاصه اللي ساكنه في العماره اللي جنبنا اللي اسمها لولا اتقتلت؟ لا لا ما اعرفش وريني. اتقتلت صح. طب والناس بقى يا بابا بتقتل بعضيها ليه يعني؟ بتبقى ظروف يا ياسمين، ظروف ظروف. ظروف؟ طب ويا ترى بقى يا بابا الولاد الزغننين اللي باباتهم بتقتل بيحسوا بايه لما يعرفوا ان باباهم قتل قتله؟ مش عارف يا ياسمين، مش عارف مش عارف. طب ويا ترى بقى يا بابا الناس اللي بتقتل دي بتخش النار صح؟ خش اوضتك انت دلوقتي يا ياسمين، يلا خش اوضتك بسرعه بسرعه، خش اوضتك بقى. يا نهار ابيض يا نهار ابيض.
عادل متوتر كده ليه؟ خدي. قصدك ايه يا عادل؟ قصدك ان انت اللي قتلتها؟ مش عارف يا رانيا، مش عارف مش عارف. بقيت قتل وقتل يا عادل؟ السلام عليكم. ادول يا حبيبي، ازيك ادول؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه في ايه؟ اقرا ده يا رمزي. في ايه ادول؟ في اقرا بس. اعلانات مبوبه. مبوبتي مبوبتي بس. الحوادث يلا الحوادث. ما مبوبه دي الحوادث. يلا الحوادث. انفجار ماسوره في وسط القاهره تحط. يلا ماسورتي يلا الخبر اللي تحتيه. يلا اللي تحتيه. ماشي دول. مقتل راقصه في حي الهرم. ايه دول انت زعلان يعني على الرقصة؟ ليه يا دول؟ انت كنت على علاقة بيها ولا حاجة؟ ياد علاقتي يلا هتوديني في داهية. مش على علاقة ولا حاجة يلا. فاكر لما جيت زورتك وبعدين مسكت الكرباج وقعدت اضربك وانت في البازار؟ فاكر يلا؟ ما تفكرنيش بقى دول. لا انت صحيح يا رمزي، كان احساسك ايه وانا ماسك الكرباج وعمال بقطع فيك؟ انا دول يعني حسيت ساعتها كدهون ان انا كدهون يعني اسد واقف في البازار كده هون وانت عمال بقى تروضه. بيروضوا الاسود في البازارات دلوقتي يالا؟ ده في السيرك يالا. وبعدين بيروضوا حيوانات كتير غير الاسود. طيب يا دولا احنا ما علينا دلوقتي يا عم. ايه علاقه بقى الحادثه دي يا دولا باليوم اللي انت ضربتني فيه يا عم؟ ما انا اصلي يالا خايف اكون انا اللي عملتها يالا. عملت ايه يا دولا؟ معقوله يا دولا تكون وصلت للقتل؟ مش هيحصل. انا بقول لك يمكن يلا، يمكن هتلبسني مصيبه. حرام عليك يا دولا، حرام عليك. عملت لك الرقاصه كده وانت قتلها في عز شبابها بدله الرقص. يخرب بيتك يلا. بقول لك يمكن، مش انا مش اكيد، بقول لك يمكن. بص يا دولا انت لابسها. لابسها يا عم. انت دولا ما بتبقاش عارف شكلك بتبقى عامل ازاي وانت نايم، بيبقى كلك شر. الا صحيح انا ببقى شكلي فعلا شرير قوي؟ ايوه دولا بيبقى شكلك كده هون يعني قتل قتلة. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ بص يا دولا انت تروح تسلم نفسك للبوليس يا عم واخلص بقى واخلص. ايوه بس انا لو سلمت نفسي للبوليس البوليس مش هيصدق يعني ان انا كنت نايم. يا دولا لا هيصدق. دولا انت تروح تقول لهم ايه؟ انا اللي قتلتها بس كنت نايم وحياه ربنا، واحلف وهم هيصدقوك ويسيبوك. يا سلام، يصدقوني بالسهوله دي؟ ايوه يا دولا ده اذا كان يا عم انا مصدقك، البوليس مش هيصدقك يا عم. وانا يا عم اروح اشهد معاك يا دولا. انت بالذات ما ينفعش تشهد معايا يا ابني، انت اساسا معاك شهاده معامله اطفال وهما ما بياخدوش بشهاده الاطفال. ما تتكلمش خالص. طب اربي شنبي واعمل ده؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتربي شنبي؟ اهلا بسعاده الباشا. منوره يا باشا. مش بعد الزياره دي خير يعني؟ جات لنا اخباريه ان الزباين عندكم مزاجهم عالي وبيشربوا حشيش على الشيشه. حشيش؟ اشاعات مغرضه يا باشا. لا مؤاخذه، سعادتك شايف اهو زبايننا كلهم ناس محترمين ومش اي حد يعني. والناس هتتبلى عليك ليه يعني؟ المنافسين بتوعنا يا باشا عاوزين القهوه دي تتقفل، لكن زبايننا لا مؤاخذه من احسن الرجال. وعندك اهو مثلا يعني الاستاذ عادل ده راجل محترم وصاحب بازار. ماشي. خير يا باشا؟ مفيش حاجة. لو سمحت يا سعادة الباشا كنت عايز حضرتك يعني، بص حضرتك يعني مش ضروري يعني تقبض عليه في القهوة كده قدام الناس علشان الشوشرة يعني. هو بص هو قال لي يعني ان انا هيسلم نفسه بهدوء. قبض على مين يالا؟ على دولة. ده دولة حبيبي، ما هو اللي قتلها. بس صدقني حضرة الامين هو والله كان نايم. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ خرب بيتك، بتسلمني يا رمزي. يا دولة هسلكك هسلكك. وزن قتل مين بقى؟ قتل الرقاصة حضرتك. اهي الرقاصة اهي وبيدوروا على المجرم، والمجرم اهو. قبضوا عليه. حضرتك انا ما عملش حاجة والله حضرتك يعني. ماشي يا رمزي، ماشي يا رمزي. بتعمل كده فيا يا رمزي؟ ماشي ماشي يا دولة. ده انا الواجب بيحتم عليا ان انا ابلغ عنك. يحتم؟ وانت جبت يحتم دي منين؟ يا دي يخرب بيتك يا لما انا ما يتقبض عليها تبقى انت في الشوارع يا لو انت عندك شغل غير في البازار يالا. لا يا دولة بص انا هجيب لك اكبر باش محامي في البلد كلها يا دولة ما تقلقش. حضرة الضابط. طب بص انا هقول لحضرتك حاجه، انا ما كنتش لوحدي بقى في الجريمه دي. امال مين اللي كان معاك؟ كان معايا رمزي وهو كان بيقفل عليا وانا عمال بضرب الرقاصه. ايه ده كده هو دول كده وانت ضايع مستقبلي؟ مستقبلك وانت ليك مستقبل يا صايع. تعالى معايا في الحاجز على الاقل هتلاقي لقمه. طب حضرتك انا رجعت بكلامي، هو ما عملش حاجه. قدامي يلا. هو ما عملش حاجه، ده كان نايم. كان نايم منك ليه؟ ايه ده؟ دولا
هم دول الكفار يا دولا؟ ولا ما تستهبلش يلا عشان دول ممكن يقطعونا هنا. دول خيرة شباب مصر، دول اللي هيجيبوا لمصر كاس العالم ان شاء الله. ايه ده يا راجل؟ يا رب طب والنبي يا دولا صورني جنبهم يا دولا حبايبي حبايبي حبايبي. يا مساء اللطافة والزرافة والخفافة. ايه ده يا طاقيه؟ انتوا هتهزروا معانا ولا ايه؟ يا حضرتك احنا ما بنهزرش، وبعدين انت بتتكلم معانا على اساس ايه؟ روح يبعت لنا حد كبير، يلا احنا جايين ان هو في مدرسة كي جي 1. كي جي؟ طيب انا هبعت لك اصغر واحد في الفصل. الله عليك يا دولا، ايه الاجرام ده؟ ده انت مجرم جرمانة يا دولا. امال ايه يالا؟ امال ايه لازم تاخدها من اولها كده يالا؟ تعرف انا ديتها ايه؟ انا ملوهم بس شوية واقوم اقطعهم واحد واحد. كنت فين من زمان يا دولا؟ مالكش دعوة. نعم مالكش دعوة. نعم. حضرتك هو ازاي يقومك؟ ازاي يقومك؟ ده اتجنن الواد ده في دماغه ولا ايه؟ لا حضرتك روح ارتاح تاني وبعت لنا الصغير اللي بعتك. اتفضل حضرتك اتفضل. انتوا جايين تهزروا هنا يا قطط؟ لا بقول لك ايه، انت كده غلطت غلطه عمرك. نزل ايدك، انت ما بتعرفش انت بتتكلم مع مين يا ابني. بتكلم مع مين يعني؟ سكسي بوند؟ لا حضرتك يعني ده انت اللي بتهزر. اهو سكسي بوند ايه يعني؟ بص حضرتك انا قتل قتل يعني، بس يعني تخصص رقصات، لكن ان شاء الله ناوي اوسع نشاطي واخش مع الاحجام التانية والشربات وكله يعني. رقصات؟ امال فين الصغات؟ رمزي ده شكله ده يالا اللي بيطلع في المصباح بتاع علاء الدين يالا. يا راجل اللي هو بنطلب منه؟ اه. طب انا نفسي ابقى غني. قول نفسي ابقى ذكي. قول له يالا قول له. انتوا جايين تستعبطوا هنا ولا ايه؟ نستعبط ليه حضرتك يعني؟ بص بقى انت عمال من الصبح تمخمط فينا واحنا ساكتين لك ساكتين لك. انت مين؟ انا حسون المفتري. قاتل حد دلوقتي 1000. اهلا وسهلا يا استاذ شهريار. اهلا وسهلا حضرتك. شكلك كده مرابط. في ايه حضرتك؟ في ايه؟ نزلني لو سمحت. عادل سعيد. ايوه انا فوق. زياره فيزي. زياره؟ يا ترى مين اللي جاي لي دلوقتي؟ عادل يا عادل يا حبيبي انت فين؟ انا هنا اهو يا رانيا. يا عادل يا بيبي تعالى يا بيبي. ايوه لو سمحت يا استاذ، بس ممكن تنزلني اكلم المدام؟ احنا في خدمه الموزس. شكلي وحشتني. انت وحشتني قوي يا رانيا. عامل ايه يا حبيبي؟ انا كويس قوي الحمد لله، بس اوعي تصدقي عني اي حاجه، انا بريئه رانيا انا بريئه. لا يا بيبي لا مش مصدقه يا حبيبي، انت حياتي يا روحي انا مصدقك انت بس. وانا كمان يا رانيا انا بريء. ايه 12 بريء؟ ده هي قضيه واحده هتقعد فيها نص ساعه. بيبي بقول هم صحيح الكلام اللي بيقولوه ان انت عندك علاقه غير الشريفه بالست دي يا عادل؟ ها يا رانيا هيبقى ضرب جوه وبره، وبعدين خرجي ايدك بسرعه عشان ممكن يكلقوها. علاقتي اللي غير شريفه؟ انت على طول بتصدقي الاشاعات يا رانيا. رانيا انا ما اعرفش حد غيرك وما حبيتش في عمري حد غيرك يا رانيا. تيتي والله وانا مصدقك يا حبيبي، وانا كمان عينيك يا عادل عينيك حاسه ان هم عمصين كده مش عارف ايه. حزين عشان الظروف اللي انا فيها يا رانيا. معلش بس انت اهم حاجه عرفتي كل حاجه. يا دولا واحنا في وقت حب دلوقتي يا دولا، ما تخليها بقى تقول لها تجيب لنا مهندس يطلعنا من هنا. اهو مهندس يطلعنا. اسكت يا عم، سيبنا في اللحظه الرومانسيه اللي احنا فيها دي ارجوك. ايوه صح والله. الزياره انتهت. معلش يا حضره الصول، ممكن بس تسيبنا خمسه كمان؟ فينش حضرتك بس خمس دقايق ما جراش حاجه. زقين. معلش يا رانيا شكله حافظ مش فاهم. ما جبتيش معاكي اي اكل عيش حلاوه بتاع؟ لا والله يا عادل، ده انا كنت فاكره يعني ان انت هتبقى خايف هنا وبتاع فما لحقتش اجيب. بس اقول لك ايه، انا ممكن اعمل لك ديليفري. ايه بس؟ هيبرد على ما يفتشوه يدخلوه لنا هنا. لا يا دولا والنبي بص، خليها تجيب لنا البتاع دهون عشان انا كان نفسي من زمان او ادوق. هو ايه اللي نفسك تدوق؟ اللي هو الديليفري ده دولا. انت عارف ايه هو ده؟ ولا مش ناقص غباوتك خالص. رانيا اتكلي انت على الله، بس بقول لك ايه، لازم تشوف لنا على راي رمزي اللي هو المهندس اللي هيجي يخرب بيتك. المحامي اللي هيجي يطلعنا ده ضروري يا رانيا. طبعا يا عادل طبعا، انت بتهرج بس انت مش سايبني فلوس. فلوس خدي من ماما او سناء لغايه اما اخرج. ماما وسناء، يبقى انت لابد بقى في الزنزانه العمر كله يا حبيبي. يا رانيا اتصرفي لو سمحتي يا رانيا، اتصرفي بعد اذنك. مع السلامه رانيا. مع السلامه رانيا. مع السلامه. مع السلامه رانيا. مع السلامه رانيا. مع السلامه رانيا. يا ابني يا حبيبي يا عادل يا ابني، يا ترى عامل ايه دلوقتي يا ابني؟ يا ترى عامل ايه؟ انا
انا اخويا قتل قتله، ده كده الموضوع ده هيوقف سوقي. لو حد تقدم لي اقول له ايه؟ اخويا رد سجون. يا سلوب، هو ده بس اللي انت شايله همه؟ الجواز الجواز الجواز. اولا انت كده ولا كده السوق بتاعك واقف، مش لاقي اي حد يلمك. لا على حبيبتي بنتي اللي زقنانة، الشابه اللي هتقعد سنين عمرها من غير جوزها. رانيا قولي لي عملتي ايه مع المحامي؟ اطمني يا حماتي، المحامي طمني الحمد لله الحمد لله، وقال لي ان شاء الله انه هيقدر يخفف الحكم لمؤبد بس. يا نهار اسود، مؤبد؟ لا لا لا، غير المحامي ده ما ينفعش، ما ينفعش خالص. يعني ايه ما ينفعش؟ مش على قد الفلوس اللي معايا. هو انتوا اصلا رضيتوا تدوني مليم واحد؟ منين يا حبيبتي نديكي مليم ولا اتنين؟ وبعدين انت اللي مبوظه اعصابه ووصلها للحاله اللي هو فيها دي، يبقى انت تحمليه نتيجه اعمالك السوداء. ايه بقى ان شاء الله انا بعمله ايه؟ مش كل شويه عايزه 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 ماسوره عوزان؟ انا اللي عايزه 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 ماسوره عوزان، وهي اللي مطلعه عينه ومستويه القلب عليه يا سناء. انت اللي مطلعه عينه ومستويه القلب عليه. يا شيخه جاتك القرف، قولوا بقى ما تقعدوش معانا زهقنا. اهلا. مين يا مامي؟ ده المعلم عيكوى الجزار. طب خليه اتفضل. اتفضل. اهلا يا معلم عيكوى. ازيك يا مدام؟ الحمد لله خير يا معلم. امال الاستاذ عادل فين؟ اه عادل راح مشوار وزمانه جاي. خير في حاجه؟ خير ان شاء الله، انا جاي اطمن عليه. اما هو ما احنا قلنا كويس خير بقى. اصل من كام يوم وهو معانا واحنا بنذبح بالليل كانت حالته مش ولا بد. كان لابس بيجاما؟ ايوه، طرطش عليه شويه دم، اتخض طلع يجري مننا لدرجه ان العجل اتخض وطلع يجري معاه. وانا كده فهمت اللي حصل. طب بقول لحضرتك ايه يا معلم معاكوا، ممكن حضرتك تقولي الكلام ده قدام الضابط؟ اقول لحضره الضابط؟ ده كده هيعرف ان انا بذبح بره السلخانه. انت عايزه توديني في داهيه عشان خاطر يا معلم معاكوا؟ اصلا عادل متهم في قضيه قتل، وانت الوحيد اللي ممكن تطلعه براءه. كان كده بقى ماشي، احنا ولاد بلد وما نسيبش حد ابدا في زنقه. متشكره قوي يا معلم معاكوا، يلا بينا. ارمي دي دي. بس يا معلم اوعى تكون بتسرق يا دوب. عيب يا غير من الواد ده، ايه ده اتحرق البيت ده على طول. خساره خساره. عادل ورمزي. ايوه ايوه، حضره الظابط.